كنشكركم على هذه المبادرة، وكنعتبروها أنها بادرة حسنة، بالخصوص أنه الصوت نتاع المختطفين مع الأسف على مستوى المغرب العربي ولا العالم العربي كله، يعني هما بدون صوت، والإذاعة ديالكم ولا هذا الصوت غادي يسمح فعلا اللي ما عندهم صوت أنهم يوصلوا الصوت ديالهم للرأي العام الدولي. إن شاء الله. كيمكن نقول لك على أنه في الحقيقة ماشي سي با ان ازار، لأن العائلة ديالي هي عائلة اللي لعبات واحد الدور كبير في المعركة ضد الاستعمار في الأول، وفي مرحلة ثانية يعني في المعركة من أجل الديمقراطية. فاللي كنتذكر أنا أنه جدي الله يرحمه نتاع أب الوالدة توفى في المعركة ديال 1934 في أية عبد الله، في الوقت اللي كان التعبئة على مستوى الأطلس الصغير والكبير لمواجهة الدخول ديال الاستعمار للمنطقة ديالنا، باعتبار أن المنطقة عندنا هي آخر منطقة تقريبا اللي تم الاحتلال ديالها. كذلك جدي من الجانب ديال الوالد كان كذلك من الناس اللي رأس المقاومة آنذاك، يعني وكان داكشي بعدا كان وقت السيبة، وقت اللي كان ديما كان الرفض للنظام المخزني، ومن بعد لما جا الاستعمار طبعا تطورت العملية لمناضلة الاستعمار ومواجهته. فمن بعد الاستقلال العائلة ديالي اللي كيف قلت جل ديال الأعضاء ديالها كانوا أعضاء في المقاومة وجيش التحرير، منهم عم إبراهيم مثلا الله يرحمه اللي كان تعدم في 1971 ظلما من بعد المحاولة ديال الانقلاب الأولى، اللي كان من قادة ديال جيش التحرير في الجنوب. كان كذلك أخوه عمي سعيد اللي كان من أوائل ديال الرجال ديال المقاومة في الدار البيضاء. فتقريبا كل عائلة لعبت واحد الدور كبير يعني في الخمسينات في إطار أولا المقاومة، وكذلك في جيش التحرير من أجل تحرير ما تبقى من الأراضي في الجنوب. فعلا احنا كيف قلت تربينا في واحد الجو ديال النضال على محل النضال ضد الاستعمار، ومن بعد ما جا الاستقلال لقينا نفوسنا انه ذاك الاستقلال كان غير استقلال شكلي، دونك بدات معركه اخرى من اجل مغرب حر ديمقراطي. فلقينا نفوسنا مع مجموعه ديال المناضلين في الميدان ديال حقوق الانسان، وكنا جانبا دائما بجنب القوى الحيه من اجل انه تحقق مكتسبات في هذا المجال في البلاد. يعني كنذكر على انه الملك الحسن الثاني هو اللي خذ القرار ديال حل السجون ديال قلعة مكونة ديال تازمهمارت اللي تم إطلاق فيها سراح أكثر من 300 مختطف. يعني المغرب هو من البلدان تقريبا كنقول الوحيدة اللي فيها مختفون اللي رجعوا للحياه، يعني تازمهمارت وغيرها الناس اللي دوزوا 18 سنه تقريبا بلا، الكل كان كيشهد على انهم راه توفوا. دونك هذا المسلسل بدا من التسعينات، وهذا المسلسل طبعا ماشي غير جاو بحال هكاك، لانه كيف كتعرف انه على مستوى العالم كان فيه تطورات كبيره، كاين تحولات لوقعات في الدول الاشتراكيه، كاين كذلك المعركه اللي بدات في امريكا وغيرها من اجل حقوق الانسان، دونك كاين واحد المعركه عالميه اللي حطت قضيه حقوق الانسان. المغرب كان بلا بد يسير هاد المساله هذه ويتابعها، والا غادي يعزل نفسه وغادي فعلا يولي الكل مشار له. حاجه اخرى، الحسن الثاني في التسعينات كان تعرف على انه مريض وغادي يموت، دونك كان كيخصو يحضر التربه لولده باش لما يجي لما غادي محمد السادس يطلع للحكم يلقى بعدا كاين واحد الجو نسبيا صافي، ولكن الواحد ما عمره كيقدر يقول انه راه كل المشاكل تحلات. فعلا كان عندنا الحق في كيف واحد المجموعه ديال الدول في لجنه هيئه الانصاف والمصالحه اللي اشتغلت على الحقيقه، اشتغلت على جبر الضرر الى اخره، ولكن ما كملتش عملها مع الاسف. كاين كذلك سيفري انه في المغرب اليوم الجمعيات متواجده بالمئات، الجرائد كاين يمكن تهضر، ولكن كاين ما يسمى بلوتو سونسور، يعني كاين الجرائد هي مسموح لها تقول اللي بغات، ولكن كاين واحد الحدود اللي بدل ما الدوله تفرض عليك الرقابه كتفرضها على نفسك، وانت اللي كتولي كتقول داك الشيء اللي بغاو. بالنسبه لي كنعتبر انه المعركه هذه ديال حقوق الانسان وبالضبط ديال المختطفين هي معركه اللي خضعت لها العائلات
من السبعينات، يعني كانت العائلات ديال المختطفين هي النويو، هي النواة ديال النضال من أجل هذا. ما عمرنا فقدنا الأمل، يعني في السبعينات ما عمرنا كان عندنا أمل أنه واحد النهار الدولة غادي تعترف أنها انتهكت حقوق المواطنين وخطفات إلى آخره. دونك يبقى بالنسبة لنا هاد التطورات كلها اللي كاينة بالنسبة لنا كنعتبروا كينجو إيجابي بالنسبة لنا باش نزيدوا نضلوا من أجل أنه نوصلوا الهدف الأسمى، لأنه هدفنا في الأخير شنو هو؟ إحنا ما حاقدين ضد حد، ما باغين نتكرسوا على حد، ما اسمه اللي باغين هو أنه تكون الحقيقة ونعرفوا العائلات ديالنا اللي تخطفوا، اللي حي يتم إطلاق سراحه، اللي ميت على الأقل يوريونا القبر ديالو. دونك كاين أمل كبير، وبالنسبة لنا المعركة ما كتنتهيش، ولو أنه الآن مثلا في المدة الأخيرة كنسمعوا لأنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كيقول أنه هذا الملف انتهى وما بقاو عندنا ما نقولوا فيه. إحنا بالنسبة لنا بالعكس هذا الملف يلا عاود تفتح من جديد، والمعركة راها مازال مستمرة. يعني بالنسبة لنا على محل باش نذكر غير بلافيماد، لافيماد هي الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، جمعية اللي كتجمع ما بين 26 جمعية ديال الأهالي ديال المختطفين على مستوى البحر الأبيض المتوسط من المغرب، الجزائر، ليبيا، سوريا، العراق، البوسنة، إسبانيا إلى آخره. فاحنا خلقنا هذه الفيدرالية باش اولا كتسمح لنا على مستوى الجمعيات ديالنا على مستوى البحر المتوسط ان نتعرفوا على بعضياتنا ونستافدوا من تجارب بعضنا باش نتقدموا، وبالخصوص انه في بعض البلدان العائلات قطعوا مرحله جد مهمه في النضال ديالهم وفي ابتكار وسائل ديال النضال. دونك غادي يكون مهم انه الجمعيات الاخرى ما تضيعش وقت، وبالخصوص في هذا الظرف بالضبط مي بونسي كيمشيو الاخوان في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، اللي كاين مئات ديال الالاف الان تختطف، العائلات تالفه ما عارفه ما دير. دونك الهدف ديالنا هو نحاولوا نساعدوا الجمعيات على مستوى البحر المتوسط باش يستافدوا من تجارب بعضها. ثانيا انه نسهلوا لهم ونكونوا وسيله باش يوصلوا للمؤسسات الدوليه باش الصوت ديالهم ما يبقاش غير محدود في البلد. فعلا في المدة الأخيرة يعني في الشهر الماضي كنا في المغرب، وكانت عندنا فرصة أنه نلتقي بالجروب المجموعة العمل ضد الاختفاء القسري تاع الأمم المتحدة باش نوصلوا لها صوتنا وصوت الجمعيات اللي منتمية للفيدرالية. كان طبعا تأكيد على المغرب باعتبار أنه المشكل ما تحلش، أنه مازال حالات، وأنه بالنسبة لنا على مستوى الفيدراليات تمكننا مع الجمعيات ديال العائلات في المغرب أن نجدو تقريبا 60 ملف في هذه المدة الأخيرة. فيما يخص المغرب واش مازال فيه ظاهرة ديال الاختفاء القصير ولا لا، فعلا يعني المغرب ماشي هو ديال سنوات الحسن الثاني ولا ما سميناها سنوات الجمر. المغرب سيفري في السنوات الأخيرة ما كانتش اختطافات بنفس الطريقة اللي كانت قبل، ولكن كنذكر على أنه في بداية سنة 2000 يعني كانت واحد المعركة كبيرة ديال القوى الديمقراطية في المغرب ضد ما يسمى بقوانين الإرهاب. مع الأسف المغرب في 2003 وقعت أحداث ديال الإرهاب اللي كانت فيها اغتيالات، كان فيها اسمه، وتمكنت السلطة مع الأسف أنه تدوز ذاك القانون اللي كان كل شيء ضده أنه تدوزه وبالمصادقة ديال الجميع. اللي وقع هو أنه فعلا بعد ديك الأحداث كانت اختطافات، سمعنا كثير على ما يسمى بالمركز ديال تمارا. تمارا هو واحد المركز اللي حدا الرباط اللي كانت شهود كثيرة اللي حكت على أنه تخطفات، مشات لتماك، تعذبات كثير، وصفر أنه من بعد قدمهم للمحاكمة، ماشي الناس اللي غبرت بشكل نهائي، ولكن الناس اللي جوزوا 3 شهور حتى 6 شهور في التعذيب، والعائلات ما كانوش عليهم عارفين ولا شيء. فهذا باش نقول أنه الظاهرة في واحد الوقت كانت، ولكن في المدة الأخيرة على محل الاعتقالات ما كتدومش كثير، والناس كيتقدموا. أنا كيظهر لي أنه المشكل الأساسي في هذا الموضوع هذا هو هي مسألة المساءلة، يعني الامبينيتي. هذا في المغرب اليوم الناس اللي كانوا، ولا على الاقل واحد جزء منهم اللي كانوا مسؤولين على ديك السنوات ديال الجمر واللي كانوا مسؤولين على الاختطافات مازالين الان على مستوى الاجهزه الكبيره ديال الدوله مازالين كاينين.
دونك محد هاد الناس كاينين كنقول انه كيصعب كيقول انه كيصعب نتقدموا في في, في 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 الملف. كنذكر انا عيب واحد المساله هو انه احنا بالنسبه لنا كعائله فيما يخص موضوع الحسين يعني استعملنا كل الوسائل يعني من 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 السبعينات التجأنا للرأي العام الوطني، التجأنا للرأي العام في الخارج، التجأنا للسلطات، التجأنا لكل وزارة اللي دازو فاسمو وتفخير سيسا لا ما كينش في هذه المرحلة ما كين جديد، ولكن عير باش نرجع شوية للمسألة من بعد نرجع للقضية الحسين أنه بالنسبة لنا احنا دقينا على كل البيبان. ففعلا لما تكون المجلس الاستشاري، لما كانت وزارة حقوق الإنسان، لما جات هيئة الإنصاف المصالحة اعتبرنا أنه يمكن وصلنا لآخر الدرب وتعاملنا مع هيئة الإنصاف المصالحة بكل ما كان عندنا من المعطيات عطيناها لهم واعتبرنا أن المشكلة غادي تحل، وبالخصوص أنه إحنا كعائلة كانت عندنا موفرة كل المعطيات على الظروف فاش تخطف الحسين، فين تخطف أنه كان نقابي، أنه محكوم بالإعدام غيابي، أنه كان مؤامرة للتحضرات من طرف النظام المغربي مع لي باربوز ديالو في الخارج باش ياخذوه من تونس، خذوه من تونس دخلوه للمغرب، تبعنا الخطوات كلها ديالو في المغرب لما قبطوه لما وصلوه فين داوه فين تعذب فين. المهم هاد الشهادة كلها عندنا حنا. الحسين لما تخطف من لما آخر مرة تقبض ما بقات عليه خبر، احتار كانت محاولة ديال الهروب ديالو في 75 اللي في واحد الوقت اللي كنا فقدنا الامل انه يكون مازال حي، ولكن بمحاوله الهروب ديالو والاعتقال ديالو مره اخرى تاكدنا على انه مازال حي، وبقى عندنا دائما امل انه كيمكن يبقى حي. علاش؟ الا تمكن يبقى قبر خلال واحد المده ويبان كيمكن يكون عايش له. فعلاش انا كنجي لهاد المساله هذه كنقول انه في القضيه ديالو لما هيئه الانصاف والمصالحه سالت الخدمه ديالها وقالت لنا الحسين ما تمكنناش نوصلوا للحقيقه فين هو، ونعطيكم مثلا شنو تقال لنا في الموضوع، انه الحسين افيكتيفمون كان معتقل عند واحد الجهه سريه ديال الامن، جا الدليمي الجنرال الدليمي خضاه وداه لشي بلاصه اخرى، وكنعرفوا على انه الجنرال الدليمي تقتل، هو اللي كان سيفره من بعده فقير كان الدليمي، ولكن الدليمي تقتل من طرف الاجهزه ديال النظام في الثمانينات، وطبعا كيلصقوها في الدليمي لانه الدليمي ما بقاش. دونك احنا بالنسبه لنا اللي بغيت نوصلوا هو انه كيف ما بغى يكون الحال قلنا الان لما القنوات كلها سالت غنحطوا المساله على العداله في المغرب، بالرغم من انه ما عندناش ثقه في العداله قلنا لكم نمشي ابو، لانه حتى في التوصيات اللي كاينه دوليا انه ما كيمكن تمشي لشي جهه دوليه حتى تكون فضيتي كل القنوات له. فحطينا دعوه في المغرب وطلبنا انه نسمعوا لواحد المجموعه ديال الناس اللي احنا كنطلبوا انهم نصنتوا لهم كشهود، هما الجنرال حسني بسليمان، الجنرال العنيقري، الكوميسير يوسف قدور، المهم واحد المجموعه ديال المسؤولين على ديك المرحله اللي الحسين تعتقل فيها، وكنعتبروا انه هاد الناس على الاقل اللي لا ما كانوش عندهم علاقه بالموضوع سمعوا ولا شافوا تقارير. دونك هاد الناس طلبنا لهم انهم نصنتوا لهم. اشنو جاوبنا القاضي؟ انه هاد الناس ما كيمكن يجيبوا اي معطى جديد على داك الشيء اللي كاين. فوالا بور فو دير انه مساله الامبينيتي الا ما تحلش المشكل ديالها كيبقى انا كنعتبر انه يعني بالخصوص من بعد ما تكونت هيئه الانصاف والمصالحه ومن بعد ما الملك تقبل التوصيات ديالها وصدق عليها ورسلها مره اخرى للوزاره الاولى والمجلس الاستشاري يطلب منهم يطبقوا هذوك التوصيات، كنعتبر لانه هاد المناضلين كلهم لليوم مسؤولين منهم دريس اليزامي وغيره ما عندهمش الشجاعه الكبيره انهم يمشيو بعيد في هاد الصلاحيات اللي عندهم. عندهم كل الامكانيات الان انهم يتقدموا، كنعتبر انه عندهم دورهم يلعبوا كل واحد في بلاصتو باش نزيدوا لقدام. يعني كاين ضوء خضر اللي معطيهم من الفوق، ما كنشوفش انا علاش الواحد كيف قلت قبيله على مستوى الصحافه كاينه اون توسونسور، كل واحد خايف من الخيال ديالو وما قادش يافونسي، مي يا دي بوسيبيليتي دو فير افونسي لي شوز. وحتى سي لاريف با خصو يفضح، خصو يفضح ويقول راه جي ان بلوكاج كلكو با. إيزون بتيتر دي بريسيون اوسي نو؟ با سيغمون، وكاين كاين 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 ضغوطات حتى في الراس. الواحد كنقول لك لو توسونسور دونك مع راسو كيقول عندك ندير هذيك. المغرب كجل البلدان ديال العالم الثالث ولا هاد البلدان اللي كنقول اونتر كيمي في طريق النمو كلها كتعيش غليان غليان. يعني المغرب واخا كان كيتقال انه راه مشكل ديال الاميه ما بقاش الى اخره، المغرب
كيمكن نقول انه نص ديال 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 ولا اكثر ديال الشعب المغربي ما كيعرف يكتب ولا يقرا. لا 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 البطاله في المغرب كنهضروا على انه كاين 15-20% سي بافري، لانه كاين اليوم كيمكن نقول 70% ديال الشعب المغربي ما خدامش، عايش واحد معيش 20. ثانيا كاين اللي هاد الخدامي هادو الصغيره في الزنقه، واحد سيرور، واحد كيبيع الخضره، واحد حلين مشاكل. يعني لما كيقولوا واش كيمكن غدا توقع حاجه في المغرب، كيمكن غدا صفر، انه حتى حاجه ما هي مستبعده. لما كنشوفوا على مستوى الصحافه وعلى مستوى الشارع المظاهرات باستمرار، يعني كاين دائما ديما هاد الايامات هذه الاخيره مثلا كاين لي كارير، كاين في الدار البيضاء مثلا دي بيدونفيل اللي جاوا خرجوا الناس من الديور ديالهم، وكنشوفوا على انه الناس اللي ساكنين 30 عام هذه مازالين ساكنين في البرار. كيف اليوم في فرنسا كنشوفوا هادي لي رومان وغيرهم بانيين بنفس الطريقه، مازال في المغرب هاد. دونك هاد الناس هادو شنو غادي نتسناو منهم؟ ما عندهم ما. وكنشوفوا الان هاد الظاهره ديال لي كاسيمو لي ديسباري دو لا مير، العشرات ديال 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 المواطنين المغاربه الان كيقلبوا عير يجمعوا شويه الفلوس باش يشريو كيف يخرجوا لبرا. يعني كاين الان العشرات ولا المئات اللي كتموت في البحر. كاين كذلك هادو اللي الان غاديين عند داعش وغاديين لجهات اخرى. علاش غاديين؟ راه ما كاينش قناعات سياسيه كبيره ولا لا، الناس طالع لها الخز وما عرفات ما دير، كتلجا اما لداعش اما للبحر باش يديها. دونك تو اي بوسيبل. الامل بالنسبه لي في الحقيقه هي واحد الحاجه اللي كانت ديما معنا، لولاها كون راه غادي نكونوا في شي سبيطار ديال الحمقين ولا شنو. يعني حنا هذا الملف هذا 40 سنه تقريبا وحنا كنناضلوا فيه، دائما عايشين مع الامل فوالا، وكنعتبروا على انه الا ما كانش الامل راه صافي خصنا نحبسوا. احنا عندنا امل، وكنعتبر انه بهذا الامل هذا اون بو اوبتونير بوكو دو شوز. دونك الفو كونتينيو الفو افوار ليسبوار، على اساس انه واحد النهار اون اريف لاكوم ميمو بيوت، انه ما يبقاش. وهذا هو اللي كيهمنا، انه الظاهره الاختفاء القصري ما تبقاش. الى عانينا منها وعانا والدينا، كيخص ولادنا ولاد ولادنا ما يبقاوش يعرفوا شي حاجه سميتها ديسباريسيون فورسي. اشكرك جزيل الشكر. نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير ان شاء الله. شكرا كثير، يلا بخوش ان شاء الله.